دي بس كابتن نهله سامع معانا على التليفون. كابتن نهله الو، مساء الفل. مساء النور. الف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. قولي لي احساسك ايه ببطوله الكاس اللي اتحققت امبارح؟ فندم معلش انا اسفه، صوتي مش واضح. احساسك ايه ببطوله الكاس اللي انت حققتيها امبارح؟ طبعا سعيده جدا، بالذات ان الماتش كان صعب جدا وخلص يعني 5 جيم، كان بقالنا فتره ما لعبناش محليه 5 جيم، فطبعا كان يعني كان من البطولات اللي الواحد مبسوط بيها يعني. في الخامس بيتهيألي كابتن الفريق بيبقى له دور مهم جدا. يعني في الشوط الخامس زي اللي احنا شفناه في ماتش امبارح الاهلي والصيد، دور الكابتن بتاع الفريق بيبقى مهم جدا. طبعا الواحد يطمن ان الفرقه اللي معانا ان شاء الله، يعني الماتش طبعا بقى صعب و2-2 في تعادل، ودي بطوله لوحدها يعني، حتى ما كانش زي الدوري ان احنا كنا حاسمين الدوري قبل الماتش النهائي، كنا حاسمينه بكذا ماتش، فكنا بنلعب مستريحين شويه نفسيا، لكن طبعا كان الموضوع صعب شويه ان احنا وصلنا 2-2 والجيم الخامس 15 نقطه، ده بيكون فيه توفيق كبير جدا يعني، مش بيكون يعني بيكون صعب شويه، فطبعا كان مهم جدا ان احنا نطمن بعض في الملعب يعني. المسابقات عموما، المسابقات المحليه عندنا نهله، خليني برضو اسمع راي، انت كام سنه بتلعبي فوليا نهله؟ انا بلعب من وانا عندي 8 سنين يعني، مثلا بقالي 22 سنه. انا معلوماتي اللي جات لي على الهواء بتقول انك عندك 47 بطوله ما شاء الله. ايوه صح فعلا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد طبعا اكتر مع نادي الاهلي، يعني احنا يمكن في اسماء انديه ما عندهاش في تاريخها كله نص عدد البطولات دي، بس ده طبعا رقم وانجاز كبير بالتاكيد وراه مجهود عظيم. بس خليني اسالك، شايفه ان المسابقات، يعني لو اتكلمنا مثلا السيزون ده، شايفه ان المسابقات المحليه اتطورت في الفتره الاخيره؟ يعني نقدر نقول النهارده ان احنا عندنا مسابقات محترفين، ولا هي اقرب لسه لغايه دلوقتي لشكل مسابقات الهواه؟ هو احنا يعني يمكن ماتش امبارح ده خلى شويه في امل شويه ان الدنيا تتحسن يعني، ان بقت في فرق ابتدت تنافس اكتر، ان فريق الصيد عنده لعيبه كتير صغيرين ظهرت، ان في انديه كتير ابتدت تشتري محترفين تدعم المحترفين. زي مثلا فريق نادي سبورتنج معاه محترفه من كوبا، وحتى الزمالك كان السيزون اللي فات كان معاه 2 محترفين مش محترفه واحده، واحنا نفس الكلام. يمكن احنا دايما النادي الاهلي بيكون معاه محترفين طبعا بسبب البطولات الافريقيه والكلام ده، فاعتقد يعني في المستقبل الموضوع بيتحسن يعني في البطولات المحليه، والدليل يعني امبارح ان كان لاخر لحظه ما كانش حد عارف مين هيكسب. طب قولي لي، يعني الحمد لله دايما مش قلت ان احنا كنا بنبقى حاسمين البطولات بسهوله، بس كان بيبقى كفتنا ارجح يعني في كل البطولات الحمد لله. طيب، بس امبارح لاخر لحظه كانت الناس مش عارفه مين هيكسب، فده صحيح. مؤشر كويس يعني. طب اكيد انتوا بينكم وبين بعض بتتكلموا حتى بره الملعب وبعيدا عن البطولات، شايفه ايه نوع الدعم اللي ممكن الدوله، اللي ممكن اتحاد الفولي، اللي ممكن اي حد مسؤول يعمله او يقدمه عشان كره الطايره للسيدات في مصر مستواها يبقى احسن من كده؟ هو الاهتمام شويه يعني، احنا في المنتخب يمكن حتى لما بنتجمع او هو عامه كرياضه سيدات في مصر الموضوع بيكون صعب شويه، مش مهتمين زي الرجال او طبعا كره القدم يعني، في تفرقه يعني. انت بتحسي احنا بنتكلم عن صالات رجال، مفيش الاهتمام بيه للسيدات زي الرجال على الاقل. يعني حتى مثلا احنا كمنتخبات يمكن قبل البطولات مش بنتجمع بالوقت الكافي ان احنا نقدر يعني نتاهل كويس للبطولات اللي احنا داخلينها، مع ان احنا بنكون قريبين جدا للبطولات اللي احنا بندخلها وبننافس فيها، ونستحق ان احنا نتاهل لطوكيو ونتاهل لبطولات عالم، لكن يعني للاسف يعني بيكون في يعني مش بنكون مؤهلين كويس ولا مستعدين كويس. انا مش قادر يمكن الحاجات دي يعني محتاجينها، محتاجين احتكاك خارجي كتير، معسكرات خارجيه. مش قادر افهم ايه المنطق وراء التمييز اللي ممكن يكون من النوع ده، ما دام عندي بطلات ايا كان جنسهم او ابطال رجال كانوا سيدات، بس ما دام شايف فيهم القدره على ان هم يرفعوا اسم بلدهم يحققوا بطوله بره، الموضوع هنا ملوش علاقه بالجنس على الاطلاق، يعني مش هتفرق معايا. هم ممكن يبقى عندي منتخب رجال لكن ما عندوش قدره ان هو يجيب بطوله دوليه، او ما عندوش قدره ان هو يرفع اسم البلد، في حين انه ممكن يبقى عندي، انا مش بقول ان ده حاصل، بس بقول انا بتكلم على المنطق اللي ممكن يميز بين فرقتين لمجرد ان دول ده فريق رجال وده فريق سيدات. ايوه لا صح بالظبط، هي دي المشكله اللي دايما بنتكلم فيها،
ان دايما عشان جماهيريا بيكون اكتر الرجال عن السيدات والكلام ده، يعني ده الكلام اللي احنا بنسمعه، يمكن يكون احنا مش مقتنعين بيه، يعني انا عن نفسي بكون مش مقتنع بيه شويه. ايوه، عشان في الاخر ده بيقدر يفوز ببطوله وده بيفوز ببطوله، وفي الاخر بنرفع اسم مصر والكلام ده. بس فاتمنى يعني ان شاء الله، بس برضه يعني برضه عشان للحق الدنيا دلوقتي احسن من قبل كده. ايوه، هي مريم يعني شكلها معترضه على الكلام اللي انت بتقوليه. لا، ما وصلناش للدرجه اللي احنا المطلوبه ان احنا نقدر بيها نتحسن وننافس على مستوى عالمي، وننافس حتى في البطولات الافريقيه نقدر نفوز بيها يعني ونسيطر عليها. كابتن نهله، مريم معترضه على الكلام اللي حضرتك بتقوليه. هي مين ده كلام؟ شاورت لساره دلوقتي وقالت لها، عملت لها كده. لا لا خالص، لا والله نهالين ما تقولش حاجه غلط خالص، عمرها ما تقول حاجه غلط. بشكرك كابتن نهله، مبسوط ان انا بسمع صوتك وببارك لك مره ثانيه. لو تحبي تقولي حاجه لساره ومريم على الهواء اتفضلي. طبعا انا ببارك لهم وبشكرهم على مجهودهم امبارح، الاثنين قدوا مباراه عاليه جدا وبشكرهم، ورب دايما مع بعض في انتصار. بس مريم ضيعت سيرف في وقت ما كانش ينفع فيها كابتن نهله تضيع فيه السيرف ده، كانت هتضيع البطوله كلها. كتير نورتينا واسعدتينا بسماع صوتك، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا هليلو.